السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هل تتحدث اللغة العربية؟ Parlez-vous arabe? السفر إلى الخارج. Voyager à l'étranger. السفر. Un voyage. الحجز. Réserver. استئجار سيارة. Louer une voiture. عملة. Devise. Un office. Du tourisme, maktab, siyahi. Est-ce que le restaurant est toujours ouvert? هل المقهى مفتوح طوال الوقت؟ طاولة لخمسة أشخاص من فضلك. Une table pour cinq, s'il vous plaît. أين تفضل الجلوس؟ Où souhaitez-vous s'asseoir? أنا أفضل الجلوس بجانب النافذة. Je veux m'asseoir près de la fenêtre. رحلة طيران. Un vol. ذهاب. Départ. إياب. Arrivée. طائرة. Un avion. حقيبة يدوية. Bagage. أنا مسافر أم باساجي ربان طائرة أم بيلوت التسجيل انغجسترمون ركوب السفينة الطائرة القطار امباركي امباركمون ديكولي أو إقلاع إقلاع ديكولي هبوط أتيرير ستقدم وجبة الفطور بين الساعة السابعة والتاسعة Le petit déjeuner sera servi entre 7 et 9 heures أنا أسافر بالقطار بالطائرة بالسيارة عن طريق الباخرة. Je voyage en train, par avion, en voiture, en bateau. متأخر, retardé, مؤجل, annulé. نادل, نادلة, un serveur, une serveuse. هل يمكنني الدفع بالبطاقة البنكية أو نقدا؟ Puis-je payer par carte ou par espèce؟ فندق un hôtel زبون un client محطة القطار une gare الممر voie مترو الأنفاق لو مترو أنا في القطيرة رقم 23 Je suis au wagon 23 جواز السفر passeport